ميتسي وجيسي تعالوا 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 يلا 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 يلا, يلا. جيسي ست ست. السلام عليكم. ان شاء الله النهارده الحلقه عن ازاي نخلي الكلب يجي لنا، ازاي ننادي على الكلب فلما ننادي عليه يجي لنا تحت اي مؤثرات صوتيه. زي ما انتم شايفين احنا في الدوغ، وبنعلم جيسي ان احنا لما ننادي عليها تيجي برضو واحنا جوه الدوغ بارك في وسط كلاب كتير وناس كتير. خليكم معانا وان شاء الله تستفيدوا. السلام عليكم. الخطوة الأولانية يا جماعة إن شاء الله هتكون زي ما أنتم شايفين، أنا منزل الكلبة دلوقتي في الجنينة بتاعت العمارة عندنا علشان ما يبقاش فيه حاجات كتيرة تشد انتباهها، وجبت معاها لعبة وفي نفس الوقت ميتسي موجودة، بس أنا سألت ميتسي إن هي تقعد على جنب دلوقتي شوية. فالخطوة الأولانية إن إحنا نجيب ليش يكون طويل شوية، وهنبتدي نوجه الكلب لينا بكلمة هنا. هنعمل إيه؟ كل اللي هنعمله انا هقوم الاول مدي لجيسي تريتايا علشان بس تعرف ان في مكافاه. جود جيل جيسي هنا، واقوم مديها التريتايا ما بين رجليا. هروح في الاتجاه التاني وهقوم عامل نفس الموضوع تاني وهقوم قايل هنا، فجيسي بتيجي لغايه اما تقف ما بين رجليا. دي حاجة مهمة جدا علشان على قد ما بنقصر المسافة ما بيننا وبين الكلب، ده هيفيد جدا لما الكلب هيجي يست البوزيشن اللي هو يبقى قاعد قدام صاحبه على طول ويقوم جاي من البوزيشن دوت للناحية الشمال او للناحية اليمين. هو ده الشيء اللي انا ما بحبوش في الليش ده، انه رفيع وبيلف بسرعة على جسم الكلب. بس هنقوم عاملين تاني جيسي ست ستي ويت، وهنقوم قايلين تاني جيسي هنا. جود جيل فيري جود جيل فيري فيري جود جيل. زي ما انتم شايفين يا جماعه احنا بنقعد نكرر الحركه دي كذا مره علشان نربط كلمه هنا بالتريت او بالمكافاه. فهنقوم قايلين تاني. هبتدي دلوقتي، انا شايف شاطره وبتسمع الكلام، هفك الليش مش هحتاجه انا دلوقتي بالنسبة لي. حط الليش على جنب وهقوم رايح جيسي تايب ست ستاي جيسي هنا. جوجل فيري جوجل يا جيسي. فديت الخطوة الاولانية يا جماعة ان احنا بننادي على الكلب علشان يجي يقعد ما بين رجلينا. طيب المفروض طبعا جيسي سنها صغير ان هي تتصرف بالطريقه الفيري اكيوريت، الطريقه الدقيقه قوي دي، بس هي شطوره والله. فانا لما هاجي تاني هقوم قايل لها جيسي هنا ست جوجل. زي ما انتم شايفين دلوقتي انا مش فاتح رجليا علشان هي تخش ما بين رجليا، بس هي حبت تقارب لغايه اكتر نقطه هي كانت متعوده ان هي تقرب لها. فيري جوجل يا جيسي. نعمل الموضوع تاني جيسي هنا ست جوجل ستاي، وهنعمل موضوع تاني ستاي. هنعمل جيسي هنا جوجل فيري جوجل. ومن الوضع دوت طبعا نقدر نخلي الكلب جيسي كم شمالي ست، وتبقى جيسي كمان قاعدة ناحية الشمال. الخطوة رقم اتنين يا جماعة ان شاء الله هتكون انه لعبة، هنشتت انتباه الكلب بلعبة جيسي، وفي النص نقوم منادين على الكلب علشان نقول له يجي تاني، فيا هيجيب اللعبة يا هيجي لوحده. وخلينا بس نريكول الكلب ونخلي الكلب يجي هنا الاول. جيسي تعالي جيسي هنا فيري جود ست جود جيل جيسي فيري جود جيل. وقعت في الارض معلش يا جيسي انا اسف. هنقوم
راميين اللعبة تاني في أي حتة تانية. جيسي هنا هنا. ست جود جيرل، فيري جود فيري جود جيرل. فزي ما انتم شايفين يا جماعة، جيسي هي عارفة او حابة ان هي تجيب اللعبة وتيجي في الريكول، وده شيء كويس جدا. بعدين بقى نبقى نعلمها ان هي تسيب الحاجة هناك لو احنا عايزينها كمان تسيبها هناك. جيسي جود جيرل، جيسي هنا، جيسي ايه ده؟ جود جيرل. جيسي شمالي، فيري جود فيري جود جيرل. ميتسي ميتسي تعالي يا ميتسي، انا مش عايزك تزعلي انت، تعالي. ست جود جيرل، ميتسي جود جيرل، ميتسي طيبه وجميله. فديت يا جماعه الخطوه رقم اتنين، ان احنا لوحدينا برضو مع الكلب، بس في مكان فاضي ما فيهوش غيرنا احنا والكلب. يعني تخيلوا كده ان ميتسي مش موجوده معانا، يبقى في لعبه موجوده. خطوه رقم واحد، هننادي على الكلب من غير لعبه من غير اي حاجه بالتريت، علشان نربط التريت بالكلمه اللي احنا ريكول الكلب بيها. خطوه رقم اتنين، ان احنا نبتدي نحط لعبه في الصوره، وفي نفس الوقت ان ايه، اول ما الكلب يبتدي يتجه يروح للعبه نريكول بنفس الكلمه وندي تريت لما الكلب يجي. خطوه رقم ثلاثه، هنطلع ان شاء الله في مكان يبقى فيه كلاب اكتر. انا هحاول اروح على دوك بارك ولا حاجه، ونحاول نطبق مع جيسي نفس الكونسبت اللي احنا بنعمله هنا دلوقتي في الدوك بارك في وسط كلاب اكتر. احنا جينا هنا خلاص في الدوك بارك علشان نطبق مع جيسي نفس الموضوع. انا مش هكدب عليكم، مش هحط لجيسي الليش تاني دلوقتي، لان انا خدت بالي ان جيسي شاطره يعني بتيجي بسرعه، فخلينا نجرب معاها كده من غير ليش. في كلاب حوالينا وهي قاعده اصلا بتلعب في رمله هناك، هنادي عليها وخلينا نشوف جيسي هتعمل ايه. جيسي هنا، جيسي هنا، ست ايه بقى الوش ده؟ جود جيرل. بس ايه الوش ده؟ ايه كميه الرمله دي؟ جيسي تعالي نوريهم في الكاميرا انت شكلك عامل ازاي. تعالي يا جيسي، تعالي يا ميتسي. جيسي هنا، ست شايفين يا جماعه وشها عامل ازاي؟ جود جيرل يا جيسي، جود جيرل يا ميتسي. تعالي تاني، جيسي هنا، ست شمالي، يلا. ايوه مليانه رمله، عينيكي مليانه رمله. يلا بقى جيسي شمالي، يلا شمالي، جيسي شمالي. ايه ده بقى كده؟ هتفضحينا قدام الناس. جيسي شمالي، يلا يلا. وست جود جيرل، جود جيرل. جيسي هنا، جيسي هنا، ميتسي هنا، يا بطيئة هنا. جود جيرل يا ميتسي، ميتسي ست جود جيرل. تعالي يا جيسي، يلا جيسي هنا. في كلاب رايحة وجاية، وطبعا ده بيخلي العملية تبقى أطول. جيسي جود جيرل، جيسي هنا، ست جيل، ميتسي ميتسي جمب جمب، ست ست ستاي. جيسي جيسي هنا، ميتسي هنا، جيسي هنا. ايه ده؟ جود جيرل، ميتسي جود جيرل. بس يا جماعه، فاحنا بنقعد نطبق الموضوع دوت كتير. كل خطوه احنا عملناها النهارده في الحلقه بتاعت النهارده ضروري تتطبق كتير قوي.
يعني الخطوة الأولانية ضروري تتطبق كتير، وبعديها الخطوة التانية تتطبق كتير، وبعديها ناخد الكلب في مكان بقى فيه ديستراكشن عالي كده ونطبق نفس الموضوع كذا مرة. جاسي جوجل. أتمنى إن الحلقة تكون فادتكم يا جماعة، ولو عندكم أي تساؤلات ما تنسوش تكتبولنا في الكومنتات تحت. شكرا جدا.